السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا برنامج اسمه اليوم نار. البرنامج ده بيعمل ايه؟ البرنامج ده بيشتغل مستقل، بلاتفورم مستقل مش محتاج برنامج، او ممكن تشتغل جوه برنامج الفوتوشوب. فكرته ايه؟ فكرته ببساطة زي ما انت شايف، عندك مثلا حاجة معينة تقدر تعمل لها ابديتد الوجه، مثلا ممكن تخليه بشكل احسن. تمام، هو بقى فيه نوع من انواع الذكاء الصناعي. تمام، هنشوف بعض الحاجات السريعة جدا اللي مش محتاجة حاجة خالص، يعني مش تقعد تحط اختيارات، لا هو اوتوماتيك بيمسك الصورة ويبدأ يعدل عليها. هو برنامج سهل جدا، ممكن تسطبه لوحده او ممكن تسطبه مع البرامج اللي زي الفوتوشوب مثلا. طيب خلينا نفتحه لك دلوقتي البرنامج اهوت. على سبيل المثال هو في حاجات كتيرة جدا. انهانس، انهانس مجرد بس تقول له ايه اعمل انهانس، يبدأ ان هو يروح مشغل لك تحسين للصورة بالشكل دوت. ممكن عايز تعمل مثلا اريز، اريز هتبدأ مثلا تعمل اريز للحاجة اللي انت عايز تشيلها، وليكن مثلا الشخص دوت والشخص دوت، وتقول له اريز، فهو اوتوماتيك يروح حذف صورتهم زي ما انت شايف، حذف في الصورة بتاعتهم. اللايت، اللايت هو بيحسن تلقائي، او ممكن انت تبدأ تعدل شوية حاجات كده اهو، اكسبوزر تفتح تقفل، عايز تجيب اللقطة بتاعت الغروب، عايز تزود شادو مثلا. الاستراكشر، الاستراكشر فيها AI يعني ذكاء صناعي، ممكن تقول له ابدأ انت، فهو يبدأ يشوف افضل حاجة ممكنة للصورة. ايه، برنامج سهل وبسيط العمل عليه، وفيه شوية شغل ظريف يعني.